انا الجامعة اليوم كانت في الجلسة الثالثة ديال الدورة العادية في شهر اكتوبر اللي كان ما كانش فيها الانصراف في جوج دورات، اليوم الثالثة اللي ما حضر حضر الجميع لكن هي الرئيس. اليوم نتفاجأ بأن الرئيس حتشاف تدريب فيها 20 يوم، مع العلم أن الجلسة الثانية كان اليوم الخميس اللي فيها الميزانية. بالأسباب نرجع الأسباب كما المقاطعة الدورات بجوج، لأننا ما كناش في جدول الأعمال اللي نقاط ترقى بمدينة كناس، أهمها برنامج عمل الجامعة للرئيس لم يستطع يعني في ديالو ما تعرفوا أن القانون تعطيه عام. ثانيا كنشوفوا الميزانية اللي تأجلت الجلسة الثانية التي لم تناقش لا داخل المجلس داخل المكتب لا يعني داخل اللجان، يعني حتى الأرقام ما تعجبش، يعني ما كناش غادي نخرجوا واحد الدورة اللي تحققت فيها واحد النقاط وفيها عروض. بالله عليك أننا نبقى يعني عندما نرى عرض حول المسابيح، عرض حول ملايين القرى، عرض حول ساحة الخضراء، ممكن ناس تعرف مشاكل كبيرة من بينها يعني أحياء ناقصة تجهيز، الإمارة العمومية، الشوارع الطرقية، يعني كاين أمور اللي هي مهمة. أنا بين 52 مستشار في التحالف الجديد اللي فيه 52 مستشار ضد الرئيس الذي يقتل السيادة البلادية، ما تعرفوش يعني هل يغلب الصالح العام على الصالح العام، يغلب الصالح الخاص على الصالح العام. حنا اليوم كنقولوا أن الناس ما فيهاش ديمقراطية، بالعكس الناس فيها واحد الفئة كبيرة اللي يعني في بطولات الصالح العام والصالح الخاص، وفي بطولات الإصلاح الإدارية من ناحية الناس، ألا وهي الرئيس كنا هي مصالح، ومازال نتأكدها ونطالب بالاستقالة ديالو، لأن مدينة كناس يعني مسؤولية الرئاسة ديالها فهي مسؤولية كبيرة، وهي عمل ديال مجموعة ماشي عمل ديالنا شخص ولا غادي. الرئيس إذا فشل في هذا السير، تسير الفشل ماشي غير الفشل، ولا كنصمم أن الصمم لأن تبقى الكراسي الضحية. نحن صممنا داخل المؤسسة لجميع الطرق، إن شاء الله سيكون فرج على المدينة وشكرا للمنطقة.